الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهدى. ثم أما بعد، كيف تنصر رسول الله في هذه الموجة التي ملأت أركان العالم أولئك الذين تطاولوا على جنابه الأعظم، أولئك الذين تطاولوا على مكانته السامقة، فهو سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. النصرة التي أراها أن لا أن يسيء الإنسان إلى من أساء إليه، فما كان هذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما النصرة في أربعة نقاط، فمن وفى هذه النقاط الأربع من وجهة نظري فقد نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أن يمتلئ الأفق ضجيجا و نظل نتكلم في إلا رسول الله ونحن قوم نخالف أدب رسول الله ونخالف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع حاجات يا جماعة اللي عايز يسر النبي صلى الله عليه وسلم، في أربع حاجات. واحد، التعلق بحضرته صلى الله عليه وسلم، فمن تعلق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد وقف في جيش منتصرين لسيدنا رسول الله. الثانية، التشوف لرؤيته. إذن الأولى ماذا؟ التعلق بحضرته، والثانية التشوف لرؤيته، أما الثالثة فالعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، وأما الرابعة فالخدمة لأمته. فهذه رباعية نحتاج أن نحققها في هذا الزمان، فإن فعلنا ذلك أبرزنا للعالمين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس كيف ينصرون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أولاً، التعلق بحضرته. لا يكون التعلق ولا يكون تمام التعلق بالحبيب المصطفى من غير قراءة السيرة والوقوف على هديه صلى الله عليه وسلم. كيف يتعلق الإنسان برسول الله؟ أن يكثر من قراءة سيرته، وأن يكرم نفسه بزيارة مسجده، وأن يكرم لسانه بكثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. فإن تعلق القلب بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان الإنسان من الذين يتأدبون بأدبه عليه الصلاة والسلام. فإن فشى هذا بين المسلمين عرف العالمون من هو النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التشوف لرؤيته، وهذا يجعلك متشوفا للنظر إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم. فليس عندنا أغلى من النبي، لا الآباء ولا الأمهات ولا الأموال ولا الدنيا ولا شيء أغلى من النبي صلى الله عليه وسلم. يصل ثمن النظر إلى صفحة وجهه المبارك أن يستغني الإنسان عن نفسه وماله والدنيا والناس أجمعين، كما جاء في الحديث الشريف: يوشك من أمتي أناس يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يعني يتنازل عن نفسه وماله في مقابل نظرة في وجهه صلى الله عليه وسلم. والذي يكسر من الصلاة والتسليم عليه يكرم برؤياه، ورؤيا النبي حق، وقد قال رسول الله: من رآني في المنام فقد رآني حقا، لأن الشيطان لا يتمثل بي. والثمرة التي أريدها من هذه النقطة الثالثة أو الثانية أن يتشوف الإنسان طوال الوقت، يعني يكون عنده هذا التشوف والتطلع لأن يرى أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام، وبهذا ينصر رسول الله. أما الثالثة فالعمل بسنته. تجد الناس يريدون أن ينصروا رسول الله لهذا التطاول الذي حدث، لكنهم يزهدون في ركعتي الضحى، ويزهدون في قيام الليل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، قال: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واعلموا أيها الأحبة الأكارم أن هذا الحديث يسمى الحديث المسلسل بالمحبة. المسلسل بالإيه؟ بالمحبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ: إني أحبك، وقال معاذ لمن بعده من التابعين: إني أحبك، وقال من بعده لمن بعده: إني أحبك، حتى وصل عند شيوخنا فقال لي شيخي يوما من الأيام: يا فلان إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. وأنا أنقل لكم الإسناد الآن في هذا المجلس فأقول: إني أحبكم،
فلا تدعون دبر كل صلاة أن تقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد أجزتكم بحديث المسلسل بالمحبة. قولوا قبلنا. الآن تستطيعون أن تربوا حديث المسلسل بالمحبة لمن بعدكم بهذا الشرط، أن يقول الأستاذ لتلميذه إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. وهذا يا جماعة الخير معناه أن يتعلق الواحد منا بسنة من سننه صلى الله عليه وسلم، وأن يفعلها وأن يواظب عليها، أو أن يتعلق بالسنن كلها إن استطاع، ليكون ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الأخيرة، والأخيرة ختام المسك، وهي واحدة من أهم النقاط، الخدمة لمن؟ لأمته صلى الله عليه وسلم. فأحسن الناس أو أقرب الناس عند الله أحسنهم للناس. من أحسن الناس؟ أحسنهم للناس. فالذي يحسن إلى الخلق ويخدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقرب الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون قد نصر النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن هذه أربع نقاط لا بد للمسلم أن يتلبث بها إن أراد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم: كمال التعلق بحضرته، وكمال التشوف لرؤيته، وكمال العمل بسنته، وكمال الخدمة لأمته. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين يسيرون على هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتأدبون بأدبه. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.